ولكن يعني في نفس الوقت يعني خصنا دابا حيت حنا عاوتاني حنا غير حزب سياسي عادي، بمعنى اخر حنا ما اسسنا وزاره الداخليه، ما اسسنا القصر الملكي، ما اسسنا يعني يعني جهه خارجيه، ما 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 ما, ما, ما عندنا علاقه يعني بشي تمويل، حنا حزب فطري عادي جاء من رحم الشعب فهمتيني ولله، وتوكلنا على الله ومشينا ودخلنا للحياة السياسية بعد نقاش ودام 10 سنوات فهمتيني ولله، وجاب الله التيسير شوية بشوية الحمد لله، وصلنا للمراتب اللي ما وصل عمرو حتى شي حزب سياسي في المغرب، عمر شي حزب سياسي ما ترأس الحكومة يعني مرتين متتاليتين كاملتين، ما عمرو ما كان. وطبعا هذا الشيء يعني جرت به أقدار الله، وكان نتيجة أشياء كثيرة منها الربيع العربي، ولكن الربيع العربي ماشي جاء ولقانا في قاع البير وطلعنا للجبل، الربيع العربي جاء لقانا من أسمع الدنيا وبصرها، وملي جاء الربيع العربي كانت 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 ماكينة الهيمنة تريد أن تقضي على الأخضر واليابس، وكنا حنا اللي واقفين في وجهها. غتقولوا لي كانت غطحنا ممكن، وكون طحناتنا مبارك مسعود بحال اللي طحنوا الناس اللي حسن منا 100,000 مرة شي بس ممكن، ولكن الله شاء غير ذلك، أخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، طلع الله سبحانه وتعالى بينا ودوزنا داك الشيء اللي كتبنا الله سبحانه وتعالى ندوزو فهمتينا لله. اليوم لم يتغير شيء، باقين حنا هما حنا، وباقي الاسس علاش بنينا باقيه هي حنا ما جينا لا نديروا انقلاب على الدوله، لا نديروا الزحف في الديمقراطي نحو الحكم، لا بالعكس حنا جينا ضد هذا الشيء كامل باش ندير باش نصحوا ونذكروا ونمشيوا جماعيا بحال المغاربه دائما كانوا كيبغيو، عسى الله سبحانه وتعالى ان ياخذ بايدينا، لانه الفساد قال له الجبلي مسكين كيسمع الفقيه في القرويين قال له ظهر الفساد في البر والبحر، قال له تاع عندنا في الجبل نعمس ها تاعنا عاد قلنا الصباح ايوا هي هذه. هذا الشيء بزاف واحد القضيه انا تنقولها لمن يهمهم الامر، الفساد لا يؤدي الى نتيجه، الفساد يا من يسيرون شؤون هذا البلد ويخططون له فهمتيني ولله، الفساد لا يصل الى نتيجه، لا يصل الى نتيجه، الفساد يخرب العمران. طبعا ماشي كدير الفساد مع الثمانيه ومع الثمانيه وقسم يعني تسقط الدوله، ولكن راه كاينه دول قوى منا واكثر منا يعني لما شاع فيها الفساد وما نمشيوش بعيد، لا الدوله الرومانيه ولا الدوله الفارسيه ولا الدول الاخرى، كنهضروا غير على الدوله العثمانيه، الدولة العثمانية التي كانت تحكم نصف العالم أو ثلثه أو إلى آخره، ولكن كانت تحكم يعني هذه المناطق كلها، هي فين هي الآن؟ وما كانش فيها يعني سلطان المغرب، كان فيها خليفة المسلمين جميعا وبشات. خصنا ننتبهوا حنايا شنو تنحاولوا دابا؟ تنحاولوا باش هذا الشيء هذا ما يوقعش في بلادنا وباش يوقع العكس، وهذا هو الدور ديالنا الاخوان، وهذا راه ما عنديش انا نقول لكم، ما عنديش لي رادار باش نعرف ولا لي درون باش نعرف شنو كاين في العالم ونقول لكم ها منين غندوزو، انا راه واحد الانسان على ليميت يعني انا اسدجكم ماشي بليد نعم الحمد لله، ولكن راه ما عنديش زعما شي، ولكن كاين شي حاجه كنعرفها وهي نحاول نتمسك بهذا الشيء، واش تنتوفق دائما ولا الله اعلم.